نظم عدد من أهالي محافظة كربلاء المقدسة وقفة احتجاجية ومسيرة غاضبة في ساحة التربية وسط المحافظة، مطالبين من خلالها بالكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني. طالب المسؤولين في عن كشف الجريمة المنظمة والتي أدت إلى قتل الشهيد البطل إيهاب جواد الوزني وفاهم الطائي وعلاء مجذوب، نطالب الكشف عن مجريات التحقيق أو الإقالة إن لم تستطيعوا قبل مغادرة الأدلة والبراهين في مسرح الجريمة. عليكم أما أن تتنحوا لهنالك وجود أكفاء أفضل منكم، وأما أن تكشفوا الحقيقة لنا، لأننا لا نستطيع السيطرة على مشاعرنا التي تغلب على أفعالنا وأطباعنا. نطالب بدم إيهاب الوزني، نقولهم إذا أنتوا جديرين تكشفون من القاتل، نريد حق إيهاب إحنا وباقي الشهداء، نريد حقهم وواقفين ونظل نطالب بدمائهم إلى أن نكشف الدليل القاطع، من قتل إيهاب، من قتل فاهم الطائي، من قتل علاء مجذوم، من قتل شهدائنا اللي ضحوا من أجلنا ومن أجل العراق. محافظة كربلاء تعمل بتنسيق عالي ويا المحافظات على كشف قتلة إيهاب الوزني، لأنه بكشف إيهاب قضية إيهاب الوزني راح تنكشف كل قضايا الناشطين اللي تم اغتيالهم. اليوم احنا صار لنا 10 أيام لغاية الآن احنا جاي نشتغل وبتنسيق عالي وبتخطيط عالي. هذا قضية إيهاب الوزني سيتم الكشف عنها وكل الخيارات متاحة أمامنا، لا يوجد استثناء لأي خيار.